ينضم معي أو يبقى معي من القاهرة السيد أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. سيد أشرف، إذن كيف ستكون طبيعة هذه العلاقات في قابل الأيام في ظل يعني ما تقوم به مصر اليوم من عملية رعاية لآفاق التحول الديمقراطي في السودان كما جاء في ورشة العمل التي استضافتها القاهرة قبل فترة وجيزة؟ بكل تأكيد هناك تدفقات وتحولات مصرية سودانية فيما يتعلق بتوفير قوة دفع لقوة العمل المصري السوداني على المستوى السياسي والاقتصادي. وأعتقد أن ما حدث من استضافة ورشة العمل خلال الشهر الماضي في القاهرة بكثير من الفرقاء وبعض السياسيين السودانيين وكثير من القوى الحزبية لعب دورا كبيرا في إحداث نوع من الاختراق فيما يتعلق بالاتفاق السياسي الذي يجرى الآن الترتيبات النهائية بشأن التوقيع عليه خلال الأيام القادمة، وإحداث نوع من التقارب بين الفرقاء السودانية، القوات المدعاة السودانية، بين قوى الحرية والتغيير، بين قوات الدعم السريع، في محاولة لإمكانية إحداث توافق. وأعتقد أن مصر لعبت دورا كبيرا من خلال تقديم المساندة والأفكار الذكية، وأيضا دفع القوى السودانية نحو نهج الرشادة السياسية لضرورة تطبيق هذا الاتفاق على وجه السرعة حتى تنعم السودان بالأمن والاستقرار والنجاح فيما يتعلق بإطار التحول الديمقراطي والسياسي. أرى أن هناك حرص كبير من قبل الجانبين وقيادتين في البلدين على ضرورة أن يكون هناك بالفعل قوة تنسيق مصري سوداني بشكل مستمر تصب في خانة، أولاً الطفرة في مجالات ومسارات التكامل على المستوى السياسي والاقتصادي والتنموي ثم العسكري والأمني، وهذا ما يحدث حالياً في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة مع بروز كثير من الرغبات وأيضاً التوجهات المصرية السودانية نحو تحقيق تكامل بالفعل في كثير. ثم على المستوى ايضا الاقتصادي والتنمية والزراعي، اعتقد هناك كثير تفكير جدي لتفعيل الاتفاقيات الموقعه بين البلدين فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي الذي يصب في خانه ضروره توفير كثير من النجاحات فيما يتعلق بمشروعات التنميه الزراعيه والثروه الحيوانيه في المقام الاول، ثم مشروعات السمكيه، ثم ايضا مشروعات الربط الكهربائي ونقل الغاز المصري الى السودان، بالاضافه الى ما يعرف بالطريق البري الذي سوف من خلاله يتم الاتفاق على تسيير رحلات تلعب دورا كبيرا في ربط مصر والسودان في القاره الافريقيه في المقام الاول، وهذا سوف يلعب دورا كبيرا في تحقيق تنميه بشريه لديها كثير من الخصوصيه في اقليم القاره الافريقيه من حيث التنميه والتكامل المصري السوداني، بالاضافه لمجموعه من المشروعات الخاصه به ايضا التحول في نقل كثير من الخبرات المصريه والسودانيه لاقامه مجموعه من المشروعات في مجال استخدام المواد الخام السودانية أي المواد التعدينية أو التعدين تحديدا في المرحلة القادمة للاستفادة من الوفر التي تتمتع بها السودان من حيث توافر المواد الخام لإقامة مشروعات مشتركة بما يعود بالدفع على البلدين والشعبين في المرحلة القادمة. انتظار مرحلة التحول السياسي والديمقراطي في السودان القاهرة تترقبها بقوة، وأعتقد أن هناك عامل حاسم فيما يتعلق بالتعاون المصري السوداني في هذا الشأن، لأن ما سوف يسفر عنه التعاون في المرحلة القادمة وما يؤدي إلى مزيد من الزخم في تقوية روابط وشوائق العلاقات المصرية السودانية في المرحلة القادمة، خاصة أن كلا البلدين والشعبين لديهم الرغبة الطموحة والجاذبة في ضرورة أن يكون هناك بالفعل نموذج مصري سوداني يتفوق في إقليم الشرق الأوسط والعالم العربي في القارة الإفريقية من حيث التفاهم على مشروعات اقتصادية وتكاملية تصب في خانة أحداث الطفرة لتحسين جودة الحياة للشعبين. نعم سيد أشرف، في إجابة سريعة، يعني مصر وفق سياساتها الخارجية حسب المراقبين والمتابعين مصر تتجه دائما إلى دعم كل الدول الجوار إن صح التعبير بسياسات خاصة بعملية الاستقرار السياسي، الاستقرار الاقتصادي وما إلى ذلك، ودعم أي اللقاءات التي تدعو إلى تلك السياسات، لكن مع السودان خطواتها حثيثة، فلماذا بسرعة لو سمحت؟ كل تأكيد الاهتمام بدول الجوار تمثل أهمية قصوى في دوائر السياسة الخارجية المصرية. السودان في القلب من هذه الدائرة باعتبارها الدائرة الأشمل والأعمق نظرا لكثير من الروابط أيضا وأيضا التلاقي بين الشعبين المصري والسوداني. لا تنسى ان هناك كانت وحده وما زالت القيادة المصريه السودانيه على مستوى الشعبين وعلى مستوى ايضا القيادتين في البلدين. نعم. من حيث خصوصيه المسار السياسي ومسار التعاون الاقليمي فيما يتعلق بسيره المشهد على مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى الشرق الاوسط. لا تنسى ان الرغبه المصريه طيله الوقت لاحداث تفاهم مصر السوداني سينعكس بالايجاب على منطقه البحر الاحمر
وايضا منتخب القاره الافريقيه شرق افريقيا، بالاضافه الى ان هذا سوف يكون لدينا نتائج كبيره. نعم سيد اشرف العربيه. نعم سيد اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام، كنت معي عبر الهاتف من القاهره، شكرا جزيلا لك لهذه الايضاحات.